مزيدا من التعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا الاستاذ اسامه عبد العزيز المتخصص في الشان التركي. استاذ اسامه صباح الخير وارحب بك في هذه الجوله الاخباريه. ودائما نتحدث عن القيود التي فرضها نظام اردوغان على الصحافه والاعلام وحريه الراي والتعبير، ليس فقط على الصحافه التقليديه او على الاعلام التقليدي، لكن حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كما هدد اردوغان في منذ ايام قليله. اليوم يمر عامان على تولي أردوغان السلطة بعد الاستفتاء الذي أجري في 2017، وباتت كل السلطات تقريبا في تركيا بين يدي أردوغان، ويتحكم في كل السلطات الدستورية وغير الدستورية في تركيا منذ الانقلاب المزعوم في 2016 وحتى هذه اللحظة. بحسب أرقام رسمية فإن أردوغان، نظام أردوغان، أغلق 180 وسيلة إعلام وترك أكثر من 12 ألف من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف. اولا تحيات حضرتك استاذ همام، اهلا بيك. اللي التقرير اللي حضرتك عرضته ده لكلام زعيم حزب الشعب الجمهوري وانتقاداته لاردوغان هو كاشف. اردوغان من الشخصيات الاستبداديه، لا يعترف بالديمقراطيه. اي شخص استبدادي مباشره، لا يوجد في عهده، وبالذات الحاكم، لا يوجد في عهده اطلاقا ما يسمى بحريه الاعلام. ومن ثم فلا بد ان تكون كل الامور في قبضه يده، بالاعلام المقروء والمكتوب والمرئي. كل هذا اردوغان سعى اليه منذ الانتخابات الاخيره منذ عام 2018 تقريبا. الحقيقه اتخذ منحى مغاير تماما لما كانت عليه الاوضاع في تركيا، وبالتالي تم اغلاق اكثر من 180 وسيله اعلاميه وتشريد اكثر من 12,000 شخص من وظائفهم في مجال الاعلام. اردوغان يعي تماما أن الإعلام كاشف وسيؤدي إلى فتحه أمام الرأي العام، وهي نظرة قاصرة بالقطع يعني، ولهذا يتجه دائما إلى وسائل القمع، لدرجة أنه الإعلام 95% من الإعلام في يد حكومة أردوغان وحزب التنمية والعدالة أردوغان، وبالتالي لا يبقى أمامه إلا وسائل التواصل الاجتماعي. أظن شايفين انه هيعمل تعديلات على قانون التواصل الاجتماعي ليقيد هذا هذه الوسائل، ويمنع تماما فكره الحريه المكتوبه او الحريه بشكل عام في تركيا، لانه انتقادات اردوغان الفترة. احنا عندما نذكر 180 وسيلة اعلام تم اغلاقها في عهد اردوغان في السنتين او الثلاثة الاخرى يا استاذ اسامة، نحن لا نقصد المواقع الالكترونية التي حجبت في تركيا، هناك مئات الالاف من المواقع الالكترونية التي تم حجبها، بالاضافة الى المقالات التي تم حظرها في الداخل التركي التي تنتقد سياسات اردوغان. بحسب تقارير غربية حقوقية تقول ان ثلث الصحفيين المسجونين في العالم موجودين ويقبعون داخل السجون التركية. اذا نظام اردوغان لا يعني يؤدي فقط او لا يهدف فقط الى قمع وسائل الاعلام في حد ذاتها كمؤسسات، لكن ايضا الى سجن الصحفيين. طبعا، لانه عنده 120 صحفي مسجون في تركيا. ال 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 تركيا اصبحت ثاني دوله في سوء معامله الصحفيين، لدرجه انه اصبحت هي توصف بانها اكبر سجن للصحفيين في العالم. هو برضه عشان نفند الارقام يا استاذ اسامه، ثاني دوله حضرتك تقصد ان الصين عندها 48 مسجون يعني في خلال 2019، وتركيا عندها 47، لكن مقارنه بعدد السكان في الصين ومقارنه بعدد السكان في تركيا فتركيا هي الاكبر. طبعا مليار ونص بالظبط، 400 مليون مواطن في الصين و 82 مليون في تركيا، طبعا فرق شاسع جدا. على كل حاجه طبعا اردوغان واضح تماما موقفه من حريه الاعلام، وبالتالي هو استشعر مؤخرا انه الاعلام هو الاخطر بالنسبه
سياساته، لانه الامر طبعا بتفضح كل الافكار اللي بيقوم بيها، لانه طبعا الشعب التركي سأم ومل من تحركات اردوغان خاصه في مجال الحريه وحقوق الانسان بشكل عام، بينها طبعا حريه الاعلام اللي اردوغان بيرفضها. على ماذا يستند اردوغان يا استاذ اسامه ونظامي في هذه القرارات؟ هل هناك اي مرجعيه قانونيه، مرجعيه دستوريه لاغلاق هذه الصحف ووسائل الاعلام الكثيره في تركيا؟ لا لا لا، لا ليست هناك مرجعيه. احنا عارفين انه القانون او القضاء في تركيا صار مسيس، مالوش علاقه بالاستقلال على الاطلاق، لانه اردوغان هو المتحكم زي ما اتكلمنا، وحزب العداله والتنميه متحكمين في كافه مناحي الحياه في تركيا منذ تحول النظام من برلماني الى رئاسي. يعني حكم الفرد هو العنوان الواضح في تركيا. الاستبداد، اي مستبد لا يستند الى دساتير ولا قوانين ولا، ده مساله مفروغ منها ومعروفه للكافه. اردوغان اصبح أسوأ قاده من أسوأ قاده العالم في مجال حقوق الانسان والحريه. وكما ذكرنا في بدايه هذا الحديث يا استاذ اسامه ان اردوغان لا يهدف فقط الى تقييد وسائل الاعلام التقليديه، لكن الان ومنذ ايام يهدد ايضا بفرض، وربما هناك مشروع قانون في مجلس النواب والبرلمان التركي يهدد بفرض قيود ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي، على فيسبوك وعلى تويتر. ربما ايضا هناك بعض المواقع المحجوبه في تركيا زي ويكيبيديا، وكان هناك ادانات من قبل منظمات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الدوليه تنتقد هذه الحريه المنقوصه انجاز هذا الوصف في تركيا بخصوص التعامل مع والتعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي. هو فعلا يوم 15 من هذا الشهر سيتقدم حزب الحريه والعداله، وطبعا مع حليفه حزب الحركه، حزب العداله والتنميه، هم في النهايه واحد يعني. بالظبط كده، والمتحالف معه طبعا حزب الحركه القوميه، لتقديم تعديلات بشان القانون الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لفرض قيود جديده على هذه المواقع. وطبعا اردوغان بيتعامل مع هذا الامر بشكل في نوع من انواع الحده، لدرجه الانتقادات البسيطه التي يكتبها يعني المرتدين لهذه المواقع، لانه طبعا في المرحله الاخيره الحقيقه انه المواقع هاجمت اردوغان وعائلته بشكل كبير، وحتى اراء الشباب الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. اخيرا استاذ اسامه، حتى استغل هذا الوقت المخصص في هذه الفقره، كيف تنظر الى هذه الاليه التي يستند اليها اردوغان عندما يريد تنفيذ امر ما، عندما يريد تنفيذ سياسه ما؟ يتم ادخال القانون الى البرلمان الذي يحوز اغلبيه، بالاضافه طبعا الى حزب الحركه القوميه وحزب العداله والتنميه. لاحظنا ذلك في هذا القانون الذي اشرت اليه فيما يتعلق بتقييد حريه وسائل التواصل الاجتماعي، او قانون المحاماه او نقابات المحامين الجديد الذي يناقش حاليا داخل البرلمان، او ما يتعلق بقانون المعاشات او قانون التامينات و نهاية الخدمة للموظفين، الذي يحوز انتقادات عديدة داخل المجتمع التركي وداخل النقابات العامة في تركيا. كيف تنظر إلى هذه الآلية التي يعتمد عليها أردوغان في إقرار بعض السياسات المتعلقة بالداخل؟ أولا أردوغان لا يهتم بشعبه. أي حاكم لا يهتم بشعبه، يعني بشكل تلقائي نفهم إنه هذا الحاكم الفرد لا يستند الى اي اليه الا الاليه اللي يمتلكها في يده، وهو انه لديه الاغلبيه في البرلمان. ما يروق له ما يعني مباشره يتجه الى هذا الامر بادخال تعديلات على القوانين الى مجلس النواب
اللي بيحاول او البرلمان اللي بيحاول طبعا، وحتى البرلمان لا يستمع الى الاراء المنتقده لهذه المشاريع القانون. منذ يومين ايضا البرلمان استضاف مجموعه ادعى انهم من خبراء المحامين، انهم محامين لكنهم في النهايه كانوا ينتمون الى حزب العداله والتنميه التركي، ورفض ايضا ذات البرلمان دخول اعضاء اخرين او دخول محامين اخرين ينتمون الى نقابات المحامين في تركيا، وكانوا معارضين لهذا القانون. اذا البرلمان حتى في تركيا عندما يناقش احد القوانين او مشروعات القوانين يتم الاستماع الى صوت واحد فقط، ولا يتم الاستماع الى صاحب الاختصاص الاصلي في هذا الموضوع، وهو نقابه المحامين الحاليه في تركيا التي تشتهر بانها لها مواقف عديده مناهضه لنظام اردوغان. على اي حال استاذ اسامه عبد العزيز سريعا فقط، يعني في ثانيه القادم بالنسبه للمحامين هيكون في تركيا هيكون مجزره بشكل واضح جدا من رجب طيب اردوغان. ولا ننسى ايضا النقابات العماليه المتقدمه في تركيا التي ترفض قانون المعاشات ونهايه الخدمه الجديده الذي يفرضه اردوغان ويحاول اقراره داخل البرلمان. استاذ اسامه عبد العزيز المتخصص في الشان التركي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.